اكيد جادور ريم تسحب على 3 فائزين اللي هم جاوبوا صح على سؤال امس. ايش كان سؤال امس يا لبنى؟ ايش سر كبسه الكبسه الكويتيه نجاحها؟ وكانت الاجابه كانت الهيل والزعفران. طيب انا بحاول اني اطلع على صفحه رحت انا. طيب سوالف رمضان على الهاشتاج، حطي الاحدث. سوالف رمضان تمام زبط. سوالف رمضان اربح مع سوالف رمضان 6. طبعا ايش كان السؤال يا لبنى؟ ايش كان سر الكبسه الكويتيه سر تميزها؟ وكانت الاجابه الهيل والزعفران. حافظه. حلو ممتاز. إذا حأسحب على 3 فائزين معانا اليوم، ولازم يكونوا مستوفين للشروط. ايش هي الجوائز؟ طبعا الجوائز مقدمة من السيف جاليري، وجائزة مقدمة أيضا من صيدلية عيادات ألور بالتعاون مع زين أوباجي، واللي قيمتها ب 1450 ريال، وأخيرا كوبون شراء بقيمة 500 ريال مقدم من دار أزياء فاطمة باحداد. ممتاز. يلا الفائزة الأولى معانا سارة. سارة ألف مبروك، فزتي بسؤال الحلقة. الفائزة الثانية رغد، يا رب يا رغد تفوزي، إن شاء الله تكوني متابعة لنا. ممتاز يا رغد، ألف مبروك يا رغد. بقي عندنا جائزة أخيرة أو فائز أخير أو فائزة أخيرة. نحاول اننا نفوز الجميع. ريم الحربي، الف مبروك يا ريم، فزتي معانا بجائزه هذا السؤال او هذه المسابقه، وان شاء الله كل الف مبروك لكل الفائزين، وان شاء الله راح نتواصل معاكم قريبا. طيب لبنى.